كتير ومش عارف تعدها، يبقى ده نقل البيوت اللي ممكن تشتريها، لأن تكلفته بكل بساطة 295 مليون دولار. ومش بس هو أغلى بيت في أمريكا كلها، ده كمان أكبرهم، مساحته 32 ألف متر مربع. أنت متخيل حجم المساحة قد إيه؟ في 21 أوضة نوم و42 حمام و30 جراج للعربيات وخمس حمامات سباحة على السطح بتاعه، وعاملين أوضة مخصوص علشان يشربوا فيها سجاير. وخد التقيلة، معمول في سينما خاصة، يعني قمة الراحة والأنتخة. وأخيراً وليس آخراً، في صالة لعب البولينج، وفي نايت كلاب كمان علشان لو بتحب السهر وكده. للأسف كنت هشتري، بس أنا ما بحبش السهر. ولو حاسس إن مبلغ 295 مليون كبير، فهقولك إن ده السعر القديم، لأنه مفصول حالياً بنص مليار دولار. اللي قدامك ده أكبر قصر عايم على المية، تكلفته نص مليار دولار. يا بلاش، في جزء منه يخت، ومش أي يخت، ده يخت فاخر من الآخر. وكل جزء في البيت بيحتوي على كماليات مجنونة، بيتكون من أربع أوض نوم وبتصميم غير عادي، مساحته حوالي 400 متر مربع بالمساحات الداخلية والخارجية، وتصميمه فريد جدا بيحسسك إنه بيلائم كل العصور. والسطح بتاعه متغطي ب 119 من ألواح الطاقة الشمسية، وموجود فيه كل وسائل الراحة اللي أي حد محتاجها. ولو حصل إن في عاصفة في المحيط والأمواج ارتفعت، بالله إنهم مصممينه بنوع من التكنولوجيا الهيدرولوجية اللي بترفع البيت 5 متر ونص فوق سطح البحر، ولما العاصفة تعدي بيرجع تاني زي ما كان. ده قصر موجود على الواجهة البحرية في سنغافورة، والسبب في روعته وجماله هو الدور الأرضي اللي عبارة عن حوض مائي بشري حرفيا. جدرانه عبارة عن ألواح زجاجية قوية جدا علشان تقدر تتحمل ضغط المياه اللي حواليه، بس لو انت بتخاف من الأماكن المغلقة يبقى اوعى تفكر تنزل فيه من تحت. بس لو بتحب تعيش في الهواء الطلق يبقى ممكن تعيش في باقي المنزل عادي، اللي يعتبر حمام سباحة وموجود عليه كنب مريح جدا، والمياه حواليك من كل الجوانب. لو انت من محب التزلج يبقى البيت ده افضل مكان مناسب ليك، لانه مصمم على شكل انبوب، وكل الحوائط اللي موجودة فيه عبارة عن منحدر للتزلج. كل اللي انت محتاجه علشان تعيش فيه شوية وقت مع تدريب مكثف، بالاضافة ان كل الاسطح مصممة علشان تكون مناسبة للتزلج عليها. وما تخافش على اي حاجة في البيت من الكسر، لان البيت ده اصلا اسمه لوح التزلج. لو انت واقف في الزاوية الصح هتلاقي البيت ده بيختفي، لانه ببساطة على شكل مكعب من الزجاج، والست جوانب بتوعه عبارة عن مرايات اللي بتعكس المنظر اللي حواليها. ومن جوه بنلاقي ان كل الديكورات صادقة للبيئة، الارضيات خشبية بالكامل، ونظام الاضاءة كله ليد، وبيعتمد كليا على الطاقة الكهرومائية. وطبعا مش هقولك انك قاعد في الغابة وحواليك اكتر الاصوات روعة، لأن ده صوت الطبيعة. بس من العيوب اللي شايفها فيه إنك سهل جدا تتوع عنه لو بعدت شوية، لأنه ببساطة غير مرئي. المميز في البيت ده إنه بيحتوي على ملاهي مائية خاصة بيه، مبني على ملكية مترامية الأطراف، مساحتها 26 ألف متر مربع، وموجود على الواجهة البحرية لولاية فلوريدا. والقصر بيتكون من 8 غرف نوم، والملاهي فيها زحليتين كبار. ولو ما بتحبش الزحلية على المية، هتلاقي قدامك شلال جميل على حمام السباحة، وموجود أحواض للسمك اللي فيها مية مالحة، وهتلاقي فيها أنواع مختلفة من الأسماك اللي هتحب تتفرج عليها. معروف إن فن العمارة في العصور الوسطى من أكثر الأزمنة جمالاً وغموض، والقصر ده مصمم بالكامل على نمط العمارة في الوقت ده. تخيل بيتك عبارة عن قلعة كبيرة محاطة بخندق مائي، والقصر ده موجود في وسط ميامي، وتمنه بيوصل ل 11 مليون دولار.
وعلشان سعره ده خلاص ده تحس ان اللي صممه بيحاول خلاص ده يحميه من غزوات الاعداء اللي عايزين يستولوا عليه. كأننا في العصور الوسطى فعلا، والقصر بيحتوي على 3 طوابق وبيحتوي على 8 غرف نوم، وحواليه بحيرة خاصة بيه مع وجود حديقة كبيرة مليانة بالمنحوتات، وبوابته مصنوعة من الحديد اللي أول ما تخش منها هتلاقي ممر طويل وعلى الجانبين بتوعه أشجار جميلة. القلعة دي بقى ناقصها جسر متحرك علشان تبقى حصن زي اللي موجود في لعبة صلاح الدين. كهف بيكهام كيريك، وده بقى المكان اللي هيخلي باتمان يفير منه، علشان في حاجة أحسن من الكهف بتاعه، منحوت بعمق كبير داخل كهف طبيعي وشكله من بره تحسه عادي، لكن من جوه حاجة تانية خالص علشان هتشوف الجمال ده. مساحته 1700 متر مربع وتكلفته بتوصل ل 2.7 مليون دولار. بيحتوي على مطبخ مجهز بالكامل و4 غرف نوم و16 شخص يقدروا يناموا فيه وقت واحد. بس خلينا متفقين ان انا مش هدفع المبلغ ده كله علشان اعيش في كهف تحت الارض. طبعا لو انت بتحب الطيارات وبتحب تسافر بيها، ففي واحد تاني من كتر حبه فيها عاش في قلب طيارة، المهندس بروس كامبل. قدر يحصل على طيارة تم إيقاف تشغيلها وحولها لبيت كامل متكامل، مفيش أي تغيير في المظهر الخارجي، لكن حولها 180 درجة من جواها. بمجرد طلاق عليها هتحس إن مساحتها كبيرة جدا. عمل الأرضية كلها من مادة الإيبوكسي، وبتحتوي المقصورة الرئيسية على منطقة معيشة كاملة بالإضافة لسرير وكمان مطبخ وشاور مصنوع يدويا جنب الحاجة الوحيدة اللي سابها زي ما هي، وهو الحمام. أما المقصورة القيادة فحولها لمكتبه الخاص. لو حبيت تعيش في مكان منعزل عن كل الناس في جزيرة إيتلي داي في أيسلندا، هتبقى شبه معزول عن العالم كله، لأن ببساطة الجزيرة كلها ما فيهاش غير بيت واحد بس، وده اللي بيخليه أبعد منزل في العالم. طبعا هتقول لي مين المجنون اللي يروح المكان ده لوحده؟ هقولك إن الجزيرة دي عليها طيور نادرة جدا، عشان كده الصيادين ورشاد طيور بيجولها مخصوص. يعني لو بتحب الصيد والعزلة فالمكان ده هينفعك. من كتر أفلام الزومبي بالله إن في ناس كتير مصدقة إن الزومبي حقيقة وهيطلعوا للحياة مع نهاية العالم، ومن الناس دي مهندس معماري اسمه روبيت. ومن درجة إيمانه بالخرافة دي صمم منزل كامل علشان يكون حصن ليه ضد الزومبي. وأول ما تشوف البيت ده هتلاقي إن الأساس بتاعه على شكل منحدر شديد وكأنه محطوط على تل، والمنزل مرفوع بشكل كامل عن الأرض عشان يكون بعيد عن إيدين الزومبي لما يبدأوا الهجوم على البشرية. والطريق الوحيد علشان تدخل جوه البيت هو جسر متحرك واللي بيقفل بشكل آلي علشان أول ما الهجوم يبدأ يكون مستعد. الناس دي بتفكر منين؟ للأسف الفيديو خلص، وكالعادة ما كنتش عايز يخلص صراحة، علشان أحسن وقت بيعدي عليا هو وأنا معاكم. أتمنى منكم تدعوا لحد عزيز على قلبي بالشفاء العاجل، وربنا يشفي كل مريض. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.